عارف انه عنده الضغط والباقي مش عارف. والباقي مش عارف. ايوه. وربع الربع بياخد علاج بس ضغطه مش مهتم انه يظبطه، ما باخد حبايه ضغط وخلاص والضغط عالي. مش انت اللي قلت لي خد حبايه الضغط؟ ما هو لازم يتابع بقى هل مظبوط ولا لا. ما ممكن اخد حبايه ضغط والضغط مش مظبوط. مش انت الدكتور قلت لي العلاج ده هيظبط لك الضغط؟ ما انت انا اقعد موريش غير ان انا اقعد اتصل عليك. لا اي جهاز ضغط في البيت، حتى جهاز ضغط في البيت واشوف لو الضغط بتاعي مظبوط. راح عليا بس جهاز ضغط مع مين؟ احنا بنتكلم في ناس بسطه يعني. يبقى يتوجه لاي طوارئ، يبقى يقيس الضغط كل شهر مر. كل شهر. كل شهر مر. يعني اذا حتى في حاله ضبط الضغط يبقى انت محتاج تقيس الضغط من فترات متباينه للاطمئنان. بالظبط عشان تطمئن انت العلاج اللي بتاخده ظابط لك الضغط. الرقم بقى اللي انا بقى اطمئن لما تقول لي ضغطك كذا بقى انا مطمئن كام؟ شوف هو في رقمين مهمين لازم نعرفهم. في رقم ان انا امتى يقول انا عندي ضغط ابدا علاج. ايوه. لان اول ما نقول عندي ضغط وابدا علاج لازم اعرف ان علاجي ده مدى الحياه. صديقك خلاص. خلاص انتهينا. عشان كده لازم يعني نبقى حريصين جدا قبل ما نقول انا عندي ضغط ولا ما عنديش ضغط. مش مجرد واحد مثلا شرب له 3 4 فناجيل قهوه ودخل في خناقه وتنرفز في الشغل وضغطي 150 ولا 160 مره وقسته مره واحده كده يبقى انا عندي ضغط لازم اخد علاج. لا، لازم اقيس الضغط ده في ظروف معينه، لازم اقيس الضغط في وضع مانيش لسه واكل، مانيش لسه صاحي من النوم، مانيش لسه داخل من باب العياده على الدكتور وداخل على الاوضه ومتنرفز ومزعلان واخش اقيس الضغط. لازم الواحد يقيسه في وضع معين ونقيسه، اما نقيسه اول مره بالذات 3 4 مرات كده بين كل مره والتانيه دقيقتين، ولقيناها عالي شويه نصبر طب تعالي بعد اسبوع اقيسه تاني. والله الثلاث اربع مرات واسبوع والتاني والتالت لا الضغط فوق 140 على 90 اكتر من ثلاث اربع قياسات هنا خلاص يبقى حضرتك او حضرتي محتاجين ناخد علاج ضغط مدى الحياه. 140 على 90 ده الرقم الذهبي. 140 على 90 ده الرقم اللي لو فوقيه الرقم ده، لو فوق الرقم ده لابد ناخد نبدا ناخد علاج، وخاصه لو معايا بقى عوامل خطوره اخرى زي السكر زي الكوليسترول زي التدخين. طيب ده كلام محترم قوي بالنسبه للعالي، وبالنسبه للوطي يا دكتور نعمل ايه؟ بالنسبه